طيب دلوقتي يمكن البعثة، بعثة الأهلي في المغرب، استقبلت خبر مهم إنه نتيجة المسحة، مسحة الاتحاد الأفريقي اللي اتعملت للبعثة وللعيبة، الحمد لله كلها سلبية. يعني مفيش أي حاجة تعيق مشاركة أي لاعب في المباراة. أنتوا عارفين إن شاء الله في مثل هذه البطولات أو هذه المباريات إبراهيم إن شاء الله بتبقى، لا مفيش حاجة تعيق من الفيروس. المسحة، ما احنا لسه في تدريبات يعني المسحة السلبية الحمد لله طبيا مفيش حاجة تعيق مشاركة أي لاعب. بيبقى الكل قلقان لأنه السفر والاحتكاك، فبيبقى دايما وأبدا في تخوف إلى أن تظهر النتيجة. فالحمد لله دلوقتي يمكن البعثة أعلنت تلقيها هذه النتيجة. الدكتور أحمد أبو عبلة طمن البعثة عن هذا الخبر. مهندس خالد مرتجي والسنيور برضو عن دي المسحة الرسمية للكاف. كريم نيدفيد أهو. والله زمان، حمد لله على السلامة. أيوة خد لك واحدة بقى. أنت اتحرمت من من الشيكات دي. أجي إيه؟ ده اللي كان بيضحك كل الصبح. طبعا ده عسي كمان. انا حاسس، انا حاسس، شوف 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 بيبرم. انا ما شفتش طريقه. ده بيجري الست دي مرعبه. ربنا ما قعنا تحت ايه. لا طيب، يعني الحمد لله هذه النتيجه. اللعيبه كلها متاحين باذن الله فنيا مع بيتسو موسيماني.